قال المصنف رحمه الله تعالى: اخبرنا ابو نعيم، حدثنا جعفر بن برقان، حدثنا يزيد بن الاصم عن ميمونه بنت الحارث قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد جاف حتى يرى من خلفه، حتى يرى من خلفه، يرى من خلفه، نعم، وضح ابطيه، او يرى من كان في خلفه وضح ابطيه، يعني يجافي هكذا حتى يرى بياض ابطيه بابي هو وامي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. وقال المصنف: اخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا سفيان بن عيينه واسماعيل بن زكريا عن عبيد الله بن عبد الله بن الاصم عن عمه يزيد بن الاصم عن ميمونه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد جاف حتى لو شاءت بهمه تمر تحته لمرت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جفا حتى لو شاءت بهمة تمر تحته لمرت. هيشوف هو من الوسع فيه، لما مكن يده هكذا جاءت البهمة لتمر، لو جاءت بهمة تمر لمرت، تكون صغيرة طبعا. وهنا أيضا قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا مروان، حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه، يعني جنح، حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعدت مؤن على فخذه اليسرى. هذه الأحاديث بيانت مشروعية هذه الهيئة في السجود، تمكين اليد في الأرض ثم يعني التفريج. وكما تقدم وتقرر أن الهيئات من الأداء، فمن لم يفعلها لم تبطل صلاته، ولكن ينقص من كمال الصلاة بقدر ما أنقص من الهيئات. وهيئة التجافي تتناسب مع النهي عن افتراش السبع. افتراش السبع هكذا، يجعل المرفقين في الأرض، هكذا تدل على الكسل والفتور. فكما مر سابقا من حديث عائشة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه، افتراش السبع. في حديث ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا ولو شاءت البهمة تمر تحته لمرت من شدة المجفاة، هكذا. التجافي للرجال دون النساء. وإن كان حديث السنن الكبرى المرأة تضم ورجل يفرج، هذا حديث لم يصح. وفي الوقت ما يعني ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه، يعني جنح، حتى يرى وضح إبطيه من ورائه. قال وكيع: يعني بياضهما، وإنما يتأتى رؤية بياض الإبطين إذا كان غير لابس لقميص كحالة الإحرام. وهذا يدل على أنه كان يجافي في السجود، فلو شاءت بهمة تمر لوسعها أن تمر. هذا يعني أن التجافي يرى منه، فهو يرى بياض إبطيه بالتجافي، وأيضا لو شاءت بهمة أن تمر، دلالة على شدة التجافي الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث يدل على فضل امهات المؤمنين، انهن يعني ينظرن الى صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وهيئات صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فينشرن ذلك بين الناس. نعم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احسن الله عليكم. فحفظ الله بيننا الشرع، وراينا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلنا ذلك لجميع الناس. وعملنا بقوله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. طيب الفوائد: فضل امهات المؤمنين، هيئات الصلاة التوقيفية، السنة لم تترك شيئا إلا أتت عليه. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم،
وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.